money in the bank. She ain't got no money in the bank. She ain't got no money in the bank. She ain't got no money in the bank. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة نتكلم عن حاجة جديدة، ازاي تغير الجلد بتاعك او الكلام بتاعك في اللعبة. عشان طبعا الناس اللي ما تعرفش عن ايه جلد او كلان، ده بيكون الكلان انت بتكون فيه، الناس دي بتساعدك ان انت توصل هيروك، وبيعملوا مسابقات، بتكونوا مجموعة مع بعض. فطبعا الناس اللي في جلد كويس او كلان كويس هما اللي يعرفوا الكلام ده. لو انت لسه متعرفش الكلام ده، تابع معايا وتشوف ازاي تغيره وتدخل في كلان كويس او جلد كويس. تمام، اول حاجة طبعا هنعملها، هنخش نختار من اخر فيديو واحد يكسب وابعت له الهدية بتاعته. تابعوا مع بعض، ده اخر فيديو، تابعوا معايا، ده اخر فيديو، اخش اخد الرابط بتاعه وراح احطه في الموقع ونشوف مين اللي كسب معانا. تمام، ده الفيديو الاخير، اخد الرابط بتاعه وراح احطه في الموقع ونشوف مين اللي كسب، واخد الاي دي بتاعه او الاسم بتاعه في اللعبة وابعت له هدية. تمام، اللي ما يعرفش طبعا المسابقة بتاعتنا، كل فيديو بختار منه واحد يكسب وابعت له هدية خاصة ليه. لو انت ما تعرفش، لو انت اول مرة تشوف الفيديو تخش عندي على القناة، ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك تنبيهات باحدث فيديوهات انزلها. لو انت متعرفش المسابقة بتاعتنا، بنعمل مسابقة، بنختار واحد من الكومنتات يكسب. فلو انت بتشوف الفيديو ده او اول مرة تخش على القناة عندي، حط الاي دي بتاعك تحت الفيديو او اسمك في اللعبة، عشان لو كنت من الفايزين ابعتلك هدية ليك، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. طبعا كده ده اخر فيديو حطيته، شوف الكومنتات اللي عليه. تمام، ستارت، شوف مين اللي كسب، بالتوفيق للجميع طبعا. مين؟ زكريا رضا. زكريا رضا. طب زكريا رضا، انت مش حاطط ايميل بتاعك او اي حاجة؟ لو انت بتشوف الفيديو ده، خش كلمني على الفيس وبعت لي الاي دي بتاعك في اللعبة عشان ابعت لك الهدية. مبروك زكريا رضا، انت الفايز. لو انت بتشوف الفيديو ده، خش كلمني على الفيس وانا هبعت لك الهدية بتاعتك ان شاء الله. هتواصل معايا. تمام، تتواصل معايا ازاي؟ هتلاقي انزل في الوصف تحت الفيديو، هتلاقي ايميل الفيس بتاعي، تواصل معايا وانا هبعت لك الهدية بتاعتك، وبالتوفيق للجميع في الجاي ان شاء الله. ونخش نكمل الفيديو. تمام يا شباب، بعد ما فتحنا اللعبة، طبعا اللي ما يعرفش الجلد واهميته او الكلان، طبعا انت بيكون مهم طبعا لاي حد ان يكون في كلان كويس او جلد كويس، عشان ده بيعملوا مسابقات وبيوصلوك، ممكن توصل هيروك معاهم، وممكن تلعب معاهم وتوصل هيروك بسهولة جدا. ومهم طبعا ان انت تكون في كلان كويس. دلوقتي هوريكم ازاي انت تقدر تغير الكلان وتدخل كلان كويس. اول حاجة تدخل على العلامة دي، علامة الجلد دي، هتفتح لك دي كده. طبعا ده الكلان اللي انا فيه من اول ما بدأت اللعبة، مغيرتوش، هغيره دلوقتي قدامكم واوريكم ازاي تغيروه. تمام، تحت كلمة ساين انتوا شايفين، هندوس على علامة الباب دي كده. النوفوكيشن طبعا بيقول لك كونفيرم ليفنج ذا جلد، هنقول له اوكي لو انت عاوز تطلع. اوكي كده انت هتطلع من الكلان اللي انت فيه او الجلد اللي انت فيه، عشان تدخل في جلد كويس او كلان كويس. زي ما انتوا شايفين كده، يوليف ذا جلد، تخش فيها تاني عشان نخش في الكلان الجديد. طبعا اي اول حاجة لازم يكون معاك جلد، الاي دي بتاع الجلد او الاسم بتاعه. تمام، هنا عند انتر او كيورد، هنا هنيجي حاطين الاي دي بتاع الكلان اللي معانا الجديد اللي انت عاوز تدخل فيه. تمام، انا واخد اي دي بتاع الجلد، حطه هنا واخش، وتابعوا معايا كده زي ما انتوا هتشوفوا هخش في كلان جديد. الاي دي بتاع الكلان اللي انا عايز اخش فيه، هدوس كده،
تمام، وندوس على علامة البحث ونشوف هيطلع لنا ايه، وتدوس جوين. كده انا بعت طلب انضمام للكلان وهم يقبلوك طبعا. بس هي دي كل الطريقة ان انت ازاي تغير الجلد بتاعك او الكلان بتاعك. طريقة سهلة جدا، اي حد يقدر يعملها، ومهمة طبعا لاي اكونت في اللعبة. لازم تكون في كلان كويس او جلد كويس بسرعة، ويساعدوك في الجوائز والحاجات دي. طبعا ده كل الشرح النهاردة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك تنبيهات بحدث فيديوهات انزلها. وانتظروني الفيديو الجاي. Ain't got no money in the bank.